عبر الهاتف من جديد أعود إلى الموصل إلى المقدم عبد الأمير المحمداوي مدير إعلان فرقة رد السريعة التابعة لوزارة الداخلية. سيادة المقدم أهلا بك معنا، إلى أين وصلت عملية التطهير في المناطق المحررة في الموصل؟ ما هي المناطق المطهرة تماما وأيضا ما هي الأخرى التي يجري تطهيرها الآن؟ أهلا وسهلا بكم وبمستمعيكم الكرام. تطهير الساحل الأيمن أكمل بالكامل جميع الأحياء وخاصة المدينة القديمة اللي تقريبا 14 منطقه، هو مناطق قديمه، السراديب، رفع العبوات، وجاري تنظيف الشوارع وفتح الطرق من اجل اعاده النازحين. نعم. طيب عند اثناء عمليه التطهير ما المخلفات التي خلفها داعش؟ ماذا وجدتم بالتحديد؟ داعش فخخ جميع المباني، الشوارع، المحلات التجاريه والاسواق، كذلك بعض الجوامع ايضا فخخها بالكامل مع تفخيخ السراديب. كذلك يوجد جثث مفخخه ايضا من تابعه لهم او للمدنيين اللي تم قتلهم من قبلهم. حاليا تتم رفع العبوات وتفكيك المباني المفخخه من قبل الدفاع المدني وفرق رفع العبوات التابعه للجيش العراقي والمرافقين والمتطوعين. طيب ماذا بالنسبة لمن وجدوا هناك ومن تبقوا أو ألقي القبض عليهم إن صح التعبير من أفراد داعش؟ كم عددهم التقريبي؟ كيف يتم التعامل معهم عند إلقاء القبض على أي من مقاتلي داعش من وجدوا في المناطق التي كنتم فيها أو حتى من مناصري داعش؟ نعم، بالنسبة للأفراد اللي تم القبض عليهم يعني ما عندي يعني رقم يعني معين. نعم. لكن التعامل معهم هو يتم احالتهم الى المحاكم المختصه، اكو جهات لجان تحقيقيه خاصه بهم خاصه بالماده 4 ارهاب، واحالتهم الى المحاكم التابعه لوزاره العدل. نعم. ويتم محاكمتهم كاي شخص يعني قام باعمال ارهابيه. نعم، طيب بعد عمليه التطهير يعني متى سيعود المهجرون الى مناطقهم فيما يخص عمليه خط لعوده النازحين من نزحوا؟ بالنسبه للنازحين اي واحد يعني اي شخص بيته كامل يعني مثلا غير مفخخ او غير مهدم يرجع له يعني الان يعني رجعت عشرات العوائل. اما اللي بيته متضرر او بعبوات يتم تنظيفه وتطهيره بالكامل او اكماله ومن ثم يعاد. يعني بدات هناك عوده للنازحين وللمهجرين الى مناطقهم بشكل طبيعي. من اول ايام العمليات اي منطقه تتحرر ثاني يوم يبدي اعاده النازحين. نعم، اشكرك على هذه المداخله معنا المقدم عبد الامير المحمداوي مدير اعلام فرقه الرد السريع التابعه لوزاره الداخليه، كنت معنا على الهاتف من الموصل.